أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يصلي مكملا صلاته بعد سلام الإمام. يقول أحسن الله إليكم: رجل كان يصلي مكملا صلاته بعد سلام الإمام، وجاء أحد الناس واتخذه إماما، فهل هذا صحيح؟ تصح الصلاة، لكن الأولى ألا يقتدي بالمسبوق، الأولى ألا يقتدي بالمسبوق، لأن المسبوق كان مأموما، والمأموم لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام، لكن ما دام أنه وقع وحصل فالصلاة صحيحة. نعم.